لقائنا زي كل يوم ثلاث بمواضيع وضيوف بنتكلم فيهم عن نصائح من القلب للقلب خاصة بالأطفال ولادنا وإخواتنا الصغيرين في كل مكان. النهاردة كمان بيصادف أنه هو أول يوم في الخريف. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل عام والجميع بخير يا رب العالمين، ونستقبل فصل الشتاء بكل الخير والبركة يا رب، ويبعد عنا أي أمراض في فصل الشتاء. لكن سبحان الله الخريف بيكون هو انتهاء موسم النمو، وبيكون بيتسمى حتى بموسم الحصاد. الخريف هو الوقت اللي فيه الأشجار بتتغير لونها، خاصة في البلاد اللي الشمس ما بتطلعش فيها كتير، زي ما احنا شايفين كده الألوان الشجر بتبقى كلها برتقاني وأصفر، مع إن الثلاث أسباغ اللي موجودة في النباتات اللي هو الأخضر والأصفر والبرتقاني بيبقوا موجودين طول السنة صيف وشتاء، لكن ما بيبانوش، بيبان أكتر الأخضر طول الصيف. وفي الخريف بيبدأ الكلوروفيل، مادة الكلوروفيل هي المسؤولة عن الخضار ده، بتبدأ تقل وتبان المادتين التانيين اللي هو البرتقاني والأصفر. مادة الكلوروفيل دي سبحان الله حاجة ربانية، ربنا سبحانه وتعالى بيأمن النباتات والشجر. مادة الكلوروفيل بتتغذى على طاقة الشمس، الشمس ونور الشمس والإضاءة بتاعة الشمس هي اللي بتزود مادة الكلوروفيل، وكأن النباتات بتشعر في فصل الخريف إن البرودة قربت تيجي، فبتبدأ تقل اللون الأخضر اللي في مادة الكلوروفيل اللي هي مسؤولة عن السكر وثاني أكسيد الكربون. السكر هو اللي بيدي الطاقة للنباتات أو الغذاء للنباتات، فبيبدأ يخزن، بيأمن نفسه، كل نبات بيأمن نفسه عشان لما الشمس تقل في الشتاء يبقى فيه مخزون من المادة اللي بتسبب للطاقة أو اللي بتغذي النباتات. سبحان الله شيء عجيب وتخطيط رباني عجيب. حتى الحيوانات، في حيوانات كتير جدا أو أغلبهم الفروة بتاعتهم بتتقل، بتبقى أدخن. يعني دي أرانب، دي مش الأرانب بتاعتنا اللي احنا بناكلها مع الملوخية والرز، لكن دي أنواع من الأرانب الفروة بتاعتها بتتغير لونها، كمان بيتغير، بتحول في الصيف بتبقى لونها بني، في الشتاء بيبقى لونها أبيض عشان تناسب التلج. السنجاب اللي موجود في كثير من الدول، حتى القطط والكلاب الفروة بتاعتهم بتتقل، الشعر بيتخن وبيكون أتقل عشان يدفيهم في الشتاء، حاجة برضو ربانية سبحان الله. الطيور بتهاجر في فصل الخريف، بتسيب الأماكن الباردة وبتروح على الأماكن اللي فيها شمس. بنحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب، جو مصر الرباني الجميل اللي الشمس ما بتنقطعش عنه حتى في عز الشتاء، بنلاقي أيام كتيرة جدا برضو الشمس بتبقى طالعة وبتدفينا إلى حد كبير، وعشان كده ما بنشوفش ألوان الشجر الغامقة قوي ديت الأصفر والبرتقاني، لا بيبقى مازال في كثير من الخضار حوالينا، وده ناتج لطقس مصر الجميل. وشوفوا زي ما أنا بقول لكم كده، الشجر، الحيوانات، الطيور بتستعد لفصل الشتاء، فما بالك إحنا يا بني أدمين لازم نستعد لفصل الشتاء، وخاصة لما نفكر إزاي نحمي نفسنا ونحمي أولادنا خاصة من كل الأمراض اللي ممكن تيجي في فصل الشتاء، وإزاي نستمتع بجو جميل في الشتاء ونستمتع بمميزات الشتاء، لكن في نفس الوقت نكون محضرين نفسنا. ده